وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. بداية، غارة صهيونية تستهدف مناطق للنظام وميليشيات إيرانية في الكسوة جنوبي دمشق، كيف تقرؤون تكرر هذه الغارات في الفترة الأخيرة؟ حياكم الله. حقيقة أنا أرى أن إسرائيل علاقتها ككيان إسرائيل علاقتها مع روسيا تحسنت من جديد وأصبحت تعود لأسلوب الغارات كما عودتنا في ما قبل إسقاط الطائرة الروسية سابقا، بتصور رسالة واضحة على أن روسيا توافق على مثل هذه الغارات. لا أظن أن روسيا ستسمح بمزيد من الغارات، قد تتسبب بخسائر لقواتها العسكرية. إذن هناك حجم تنسيق عالي ما بين روسيا وإسرائيل حول مثل هذه الغارات، والمستهدف من الظاهر هو إيران، كون أن إيران هناك مطلب أصبح الآن شبه دولي بالحد من نفوذ إيران في سوريا. وتعلمون أنه كلما قارب يعني عملية الحل السياسي في سوريا يجب أن تكون إيران يعني لها مكاسب ولكن محدودة نسبيا بالمقارنة بحجم المكاسب التي حققتها طوال فترة سيطرتها على منظومة الحكم لدى بشار الأسد. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أرى أن وكأن إسرائيل تريد أن تبعث من جديد وتحيي مفهوم المقاومة لدى نظام بشار الأسد ليكسب مزيد من التعاطف على المستوى الشعوب العربية أو الدول العربية بعدما وصل إلى الحضيض شعبيته عندما قتل بالشعب السوري ونكل به ومزيد من التهجير. وهذا ما حصل عندما كانت مثل هذه الطائرات تحوم فوق الأجواء اللبنانية والقمة العربية منعقدة، وجدنا أن هناك أسلوب للدفاعات الجوية لدى النظام. إذا رسالة من النظام على أنه قادر أو أنه مستهدف من قبل إسرائيل يكسب أو يسبه المزيد من التعاطف، ولكن بتصوري هذا الأمر لم يعد ينطري على أحد. نحن نتكلم على حوالي 8 سنوات قام بها الشعب، قام بها النظام بقتل السوريين دون أن يكون هناك أي رادع له ولا أي قانون يردعه. لذلك أنا بتصوري إسرائيل تريد أن توصل أيضا رسالة على أن نفوذها سيكون متواجدا على الطاولة في أي خريطة للحل السياسي، ولن تقبل أن يكون دورها كما كانت سابقا يعني بعيد عن الأنظار. أصبح دورها مباشرا ومن خلال تواجدها في سماء وعلى مستوى الأهداف في العاصمة السورية دمشق. إلى أي مدى ترون أن تزايد هذه الغارات مرتبط بترتيبات الحل النهائي في سوريا؟ بتصوري عندما نقول أنه يجب على إيران أن ينحسر دوره، إذن يجب أن يكون هناك ترتيب من أجل مزيد من الحسم لانحسار دور إيران. قد يساهم هذا الأمر من خلال شبكة أهداف تقدمها روسيا، أو قد حتى يعني يقدم النظام مفهوم الطاعة لروسيا أو حتى لإسرائيل، يقدم على أنه يعني يتقبل يعني قبول إسرائيل له، وبالتالي هو يتقبل تواجد إسرائيل على حساب حصة إيران أو إضعاف من دور إيران كهيمنة. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أنا بتصوري محاولات يعني إيجاد محور على مستوى تفاهمات دول عربية، وترى يعني بصراحة لنقولها بصراحة، روسيا ترى أن المشهد النهائي يجب أن توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ولطالما عودت الولايات المتحدة الأمريكية على عدم قبولها بأي حل تقدمه روسيا. إذا بدأت روسيا تنظر إلى إسرائيل كأنها هي الأداة المهمة يعني لقبول الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أي مشروع تتفاهم معه أو تتفاهم فيه إسرائيل خلال روسيا يمكن أن يلقى قبول لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ونلاحظ الآن كما ذكرت تجاوز لأزمة الطائرة التي سقطت الروسية، ومزيد من الغارات يعني لي مزيد من التفاهم بين روسيا وإسرائيل. هل توافق على رأي من يقول إن من أحد أهداف هذه الغارات محاولة إعادة تدوير بشار الأسد وإظهاره على أنه ممانع؟ سبق وذكرت لك أن الطيران الذي قصف الأهداف في عمق العاصمة دمشق كان يحوم فوق أجواء بيروت وأثناء تواجد القمة العربية الاقتصادية. إذن كانت رسالة إلى الدول العربية على أننا كإسرائيل يمكن أن نكون يعني نساعد على أن يظهر النظام وأنه نظام مستهدف من قبل إسرائيل، وبالتالي يستطيع النظام أن يبيض صفحته من جديد ويقول على أنه نظام مقاومة أو نظام ممانعة أو نظام يقف في
وجه إسرائيل، ولكن كما ذكرت لك أصبحت هذه الحيلة لا تنطلي على الشعوب العربية. نحن نتكلم عن شعوب عربية بالمجمل تقوم الآن وتتظاهر وتطالب بأن يكون هناك حريات، لا نتكلم فقط عن شعب سوري مستهدف طوال السنوات الماضية. كيف تقرؤون تفجير اليوم قرب المتحلق الجنوبي؟ يعني هناك سيناريوهان. السيناريو الأول، تعلمون أن هناك أزمة وضائقة خطيرة في الداخل السوري على مستوى الغاز والكهرباء وحتى الموارد المالية. نحن نتكلم عن يعني الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر ويعاني بشكل كبير جدا. النظام يقدم له رسالة على أنه هل من الأفضل لك أن تعيش وأنت تنعم أم أن تعيش وأنت آمن؟ إذن الخيار إما أن يتخلى عن الضغوطات، يعني لا يتمرد ولا يتزمر من كل هذه الضغوطات، كون أن النظام يكفيه أن يقدم له الأمان، وبالتالي أي عملية إرهابية يمكن أن تذكره بأنه يعني يمكن أن يتجاوز أزمة المالية أو أزمة الغاز أو الكهرباء. هذا من جانب. جانب آخر، أنا بتصوري مفهوم المقاومة الشعبية بدأ يترسخ حاليا في الداخل السوري في عمق مناطق النظام. وجدنا هذا الأمر يتفاقم في مناطق حوران ودرعا، وبتصوري المناطق الأكثر صعوبة لدى النظام ستكون هي مناطق عمق مدينة دمشق. يعني لي أن العملية كانت عملية أمنية، ويمكن أن يكون الهدف فيها هدف أمني وعلى مستوى عالي، وبتصوري يمكن أن يكون المقاومة الشعبية بدأت تتبلور في عمق مناطق النظام. في ظل هذه التداعيات وتمسك كل الأطراف الفاعلة بموقفها، هل ترون أن الحل السياسي قريب في سوريا أم لا؟ يعني بتصوري خريطة الحل السياسي بالشكل الإخراج النهائي من خلال ما يعرف بمنصة أو مظلة جنيف والمندوب النهائي الذي وصل الآن لن يكون له هامش حل أو هامش دور في المساهمة في إيجاد حل، إلا إذا كان هناك تغيرات في المعطيات أو المدخلات. أنا بتصوري النظام لطالما كان مصمما على عدم التفاعل بإيجابية في حل سياسي، ولكن المعادلة الآن كما ذكرت بدأت يعني تلوح بالأفق على أن روسيا يمكن أن تخطط إلى خريطة حل تتفاهم فيها مع الشريكين السابقين من خلال الأستانة، أنا أتكلم عن تركيا وإيران. ومن جديد كما ذكرت هناك خريطة حل إدخال محور عربي وقبول إسرائيلي، ويكون كل هذا على حساب الدول الشركاء في محور الأستانة. إذن نفوذ عربي من جديد يخفف من نفوذ إيران أو على حساب حصة تركيا يمكن أن يساهم في خريطة حل نهائي قد تقبل فيها الأطراف في نهاية الحل من أجل إنهاء ملف الصراع الذي يحصل في سوريا. ولكن حتى هذه اللحظة لا يزال موقف الولايات المتحدة الأمريكية غامض، كون أن موقف الرئيس الأمريكي أيضا منشغل بالتجاذبات الداخلية. نحن نتكلم عن حالة صراع تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تنعكس على مخططات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. يعني عملية تعطيل المفهوم الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية ينعكس أيضا على سوريا، ولكن يمكن أن يساهم أيضا عندما يحاول أن يخرج ترامب من هجم هذه الضغوطات إلى أن يكون هناك تصرف خارجي له. نعم، كان معنا عبر سكايب المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر نجار، شكرا جزيلا لك.